ازيكم يا احلى متابعين، وحشتوني جدا جدا. اما النهاردة جاي لكم بقصة جديدة ان شاء الله هتعجبكم قوي. قصة بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبة الجميلة فاطمة قنبير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ قصتنا. وفضلت فرح تبكي وهي بتفكر في اللي هيحصل لها لو اتجوزت منه، لحد ما خبط الباب وخرجها من شرودها، وكان باباها وهو بينادي وبيقول يلا قومي يا فرح يا بنتي احنا هنتأخر كده. قامت فرح ومشت مع والدها بمنتهى الضعف والانكسار، وكأن حزن العالم مسيطر عليها في الوقت ده، لحد ما وصلوا لقسم الشرطة ودخلوا للضابط المسؤول واللي كان محسن واتكلم وقال اتفضل يا حاج احمد، انا جاية انا وفرح بنتي عشان نسحب البلاغ يا محسن بيه. انت موافقة انك تسحبي البلاغ يا فرح؟ ايوه. متأكدة يا فرح؟ هو في ايه يا محسن باشا؟ بقولك هنسحب البلاغ، وهو في واحدة تحبس خطيبها وكمان كم ساعة هيبقى جوزها. خطيبها وجوزها؟ فهمت. ماشي يا حاج احمد، تقدروا تمشوا انتوا دلوقتي. وخرج احمد ومعاه بنته، واتكلم محسن في نفسه وقال سالم ده مش سهل خالص، اهو ابنه عمل اللي عمله وفي الاخر قدر يطلعه زي الشعره من العجينه. وبنروح لفرح اللي كانت ماشيه وهي ماسكه يد والدها، وبعد لحظات سابت يده فبص لها احمد وقال لها مالك يا فرح في ايه؟ انا عايزه اتمشى شويه لو سمحت يا بابا. حس بيها احمد وباللي بيدور جواها، فوضع ايده على وش فرح واتكلم وقال انا عارف يا بنتي انت حاسه بايه دلوقتي، وعارف انك زعلانه مني عشان هجوزك النجل ده، بس مفيش في ايدي حاجه، وانت اكيد فاهمه حاجه زي دي. موقفك صعب قوي يا بنتي، وفي حاجات يا فرح انا كنت مخبيها عليكي ولازم تعرفيها. تعالي يا بنتي نقعد على الكنبه دي. وقعدت فرح جنب والدها، وكمل احمد كلامه وهو بيقول انا دايما يا بنتي وانت صغيره كنت بقولك ان انا ما عنديش اهل ولا عيله واني يتيم، بس لا مش دي الحقيقه، انا عندي اهل وعيله كبيره وليها اسم. الندل اللي عمل فيكي كده ده يبقى ابن اخويا. عارف يا بنتي انك طول عمرك بتتمني يكون ليكي قرايب، بس انا خبيت عنك طول السنين دي وده غصب عني عشان ابعدك عن شرهم. فرح بصدمه ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ ايوه يا بنتي انا كبير ابويا وكان دايما مخليني دراعه اليمين في كل حاجه، ولما امي توفت ابويا اتجوز وخلف سالم وبهيه اختي، وتوفت امهم برضو بعد فتره، والاتنين كانوا شبه بعض في الطباع. وقتها بابا دخل سالم مدرسه داخليه عشان مفيش حد يهتم بيه، وفضلت انا مع ابويا في كل حاجه. وبعدين رجع سالم، كنت وقتها خطبت امك وهنتجوز، فاتخانق مع ابويا وقال له ان هو اللي بيحب نادية من وهو صغير وهو اللي احق بيها مش انا. بابا وقتها ضربه بالقلم ونهى الموضوع فورا، وقرب فرحي من امك واتجوزتها. وبعدها بفتره بابا تعب ومات، واكتشفت بعدها ان سالم واخته كان ليهم يد في موته ومضوا على كل املاكه قبل ما يموت. وقتها خدت امك وهربت من شرهم، وبعد 6 سنين انتي جيتي يا بنتي وحمدنا ربنا عليكي، بس سخرية القدر واضح ان ليه رأي تاني انك تتجوزي ابن سالم وتعيشي معاهم مع الناس اللي فضلت ابعدك عنهم طول السنين دي. وكانت فرح بتسمع كلامه وهي بتبكي، فلمعت عيون احمد بالدموع واتكلم وقال بس انا عارف انك قوية يا فرح ومحدش هيقدر يجي عليكي، عايزك يا بنتي تاخدي حقك من الندل ده بنفسك مش الحكومة. الحكومة عمرها ما هتاخد لك حقك، وعشان كده سالم لما عرض عليا انك تتجوزي ابنه انا وافقت عشان عارف انك هتقدري تكسريه زي ما كسرك. ودلوقتي يا فرح يا بنتي هسيبك تتمشي مع نفسك وتفكري في كلامي، بس ارجعي قبل ما الندل وابوي يجوا البيت. حاضر يا بابا. وقامت فرح عشان تتمشى وهي بتبكي على حالها وعلى اللي لسه هيحصل لها، وكمان على اللي سمعته من والدها، فدايما كانت بتتمنى
ان يكون ليها عيلة وقرايب، ولكن دلوقتي بتتمنى العكس وفضلت تفكر في كلام والدها كويس لحد ما قررت انها هتنتقم من اللي اغتصبها بنفسها وهتوافق على الجواز عشان تنتقم. وبعدها قررت ترجع لبيتها، وفي مكان تاني كان واقف فارس مع والده وهو بيزعق وبيقول: ايه الكلام اللي بتقوله ده يا بابا؟ انا مستحيل اتجوز الزبالة دي. بص يا فارس، انا لسه مطلعك من السجن وما صدقت ان خلصتك من القضية دي، وما كانش قدامي حل غير ده. والله لا اوريها بنت الكلب دي، انا فارس سالم عز الدين، تدخلني السجن؟ على فكرة يا فارس، البنت دي اسمها فرح احمد عز الدين، يعني بنت عمك. بص له فارس وهو مش فاهم ايه اللي بيقوله والده، فاتكلم وقال: ازاي بنت عمي؟ حكى لي سالم كل اللي حصل في الماضي بس من وجهة نظره، وقد ايه هو اتظلم في حياته بسبب اخوه، وان تسبب له ان يدخل مدرسة داخلية، وكمان اخد حب حياته، وقد ايه عانى وعاش حياة مأساوية بسبب ظلم والده وكمان اخوه، وانه هو المظلوم الوحيد في العيلة دي. فبصله فارس بنظرات غاضبة وقال: بص كلامك ده كله ما يهمنيش، انا اهم حاجة عندي دلوقتي اني مش عايز اتجوز البت دي، اتصرف واعمل اي حاجة. خلاص ارجع السجن تاني، ووقتها مش هتتجوزها، بس مفيش حل يخلصك من السجن غير الجواز منها، هاتها القصر وبعدين تقدر تنتقم منها. فكر فارس في كلام والده ورد وقال: ماشي انا هعرفها انا ابقى مين. وجه المساء وكانت فرح مستنية في اوضتها وكأنها مستنية موتها، فخبط الباب ودخلت سارة، فجريت فرح وحضنتها وهي بتبكي بصوت عالي وبتقول: جبت اللي قلتلك عليه يا سارة؟ بصت لها سارة بنظرات خوف على صديقتها وادت لها ازازة سم واتكلمت وقالت: بس انت عايزاه ليه؟ ما تخافيش انا مش هشربه، عمري ما هأذي اللي في بطني، ملهوش ذنب، انا هحطه للندل ده. لا يا فرح ما تعمليش كده ارجوكي، ما تضيعيش نفسك. ما تخافيش عليا يا سارة، انا خلاص ضعت بس عارفة هعمل ايه. وبعد شوية دخل سالم ومعه فارس والمأذون واتنين من الحرس عشان يشهدوا على الجواز، واتكلم سالم: امال فين بنتك يا احمد؟ ادخل اجيبها. ودخل احمد عشان ينادي فرح، اما فارس فكان واقف ومديهم ظهره وبيبص للشباك وهو مولع سيجارة. فدخل احمد اما فرح فكانت لابسة درس باللون الابيض، وقد ايه كانت جميلة بس لون وشها بهت ومسيطر عليه علامات الحزن. فاتكلم احمد: يلا يا سارة هاتي فرح وتعالوا. وخرجت فرح من اوضتها مع صديقتها سارة، وبمجرد ما شافها سالم اتسمر مكانه من الصدمة، لانها فعلا جميلة جدا وصورة طبق الاصل من والدتها نادية. فلمعت عيون سالم وسأل وقال: دي بنتك يا احمد؟ ايوه فرح بنتي. قال كده وهو حزين لانه بعد شوية هيفقد بنته، وكمان حزين على زوجته اللي دخلت في غيبوبة ومش عارف هتخرج منها امتى وهيفضل وحيد. وتقدم سالم ووقف قصاد فرح مباشرة ورفع وشها وقال لها: ازيك يا فرح، انا بقى عمك سالم. بصت له فرح وعيونها مليانة بالدموع ولكن فضلت السكوت، اما فارس فكان لسه بيبص على الشباك وبيبص على الحارة الوضيعة زي ما شبهها بدون ما يهتم باللي بيحصل وراه. فحس سالم بنغزة في قلبه من فرح اللي بتفكره بالماضي وبحبيبة قلبه اللي حاول كتير انه ينتقم من اخوه لانه اخدها منه واتجوزها بداله بعد وعود كتيرة ما بينه وبين نادية. ولحظتها اتكلم المأذون وقال:
يلا يا سالم بيه، فين العريس والعروسة؟ كل حاجة جاهزة. وخرج سالم من شروده على صوت المأذون فقال لفرح: تعالي يا فرح اقعدي هنا. فارس فارس بص له فارس بلا مبالاة وهو بيرمي السيجارة اللي كانت في ايده، فقال له سالم: تعالى اقعد جنب فرح، يلا امضي هنا يا فارس باشا، امضي يا فارس. ومضى فارس على عقد الجواز وقال المأذون لفرح: امضي هنا يا استاذة فرح. فرح يا بنتي امضي، يلا يلا يا فرح معلش. وبصت لأبوها وعينيها مليانة بالدموع وأخدت القلم وكانت هتمضي، ولكن خبط الباب ففتحت سارة ولقت محروس اللي دخل وقال: ما تمضيش يا فرح، أنا مستعدة أتجوزك، ما تزليش نفسك مع واطي زي ده. وشاور سالم للحراس إن ياخدوه ويخرجوه بره، ولكن وقفت فرح من مكانها وتقدمت لي وهي بتقول: استنى يا عمي لو سمحت، انا عايزة اتكلم مع محروس. فشاور سالم للحراس عشان يستنوا، وقال فارس باستهزاء: اكيد ده عشقها. بصت له فرح بنظرات غضب وبصت لمحروس اللي اتكلم وقال: تعالي معايا يا فرح وانا هكتب عليكي، وما تخافيش هقف وش اي حد يجيب سيرتك بحاجة وحشة. لا يا محروس ما ينفعش تتجوزني وترجع تندم لما حد يقول حاجة عني، انت مش هتقدر تسمع وتسكت. انا بحبك يا فرح وعايزة اتجوزك، ارجوكي تعالي معايا. ومد ايده ليها فبصت فرح لايده الممدودة وسرحت شوية وكأنها بتفكر، ولكن سبته واخدت القلم ومضت على عقد الجواز. فشاور سالم للحرس عشان يخرجوا محروس من الشقة، وقام فارس من مكانه وشاور لوالده وقال له: أنا كده خلصت اللي انت عايزه، أنا همشي. استنى يا فارس خد مراتك معاك. سمعت فرح كلامهم وكان قلبها هيقف لأنها لسه خايفة منه جدا، فرد فارس: ابقى هاتها معاك وانت جاي، أنا مش فاضي. وخرج فارس ورزع الباب وراه وقال سالم: طب يلا يا فرح قومي هتيجي معايا. قامت فرح من مكانها وهي بتبكي وحضنت والدها وخبت وشها في صدره، فاتكلم احمد بمنتهى الحزن وهو وضع ايده على راسها وقال لها: معلش يا بنتي ما تخافيش انا دايما معاكي. وحضنت صديقتها سارة وبكت سارة معها. اما سالم فكان حاسس بالحزن لرؤية فرح وهي بتبكي لأنها بتفكره بحبيبته، وقام ومسك إيد فرح وكان ماشي، ولكن وقفه أحمد وقال له: سالم انسى إن في عداوة ما بيني وبينك وخلي بالك على بنتي. ما تقلقش يا أحمد، بنتك قبل ما أشوفها ما كانتش تهمني خالص وكنت كارهها عشان هي بنتك، بس خلاص ما تخافش عليها، هي هتبقى في حمايتي. يلا يا فرح. واخدها وخرج وركب عربيته الكبيرة وفرح جنبه ولسه بيبص لها. اما احمد ففضل يبكي على فراق بنته ومرض زوجته. وبنروح لفارس اللي كان قاعد في ملهى ليلي مع اصدقاء السوق وبعض فتيات الليل، وهم بيشربوا خمرة وبيعملوا كل اللي حرمه ربنا. فاتكلم صديق فارس وقال له: انت برضو اتجوزت البت دي؟ بس يا خالد ما تفكرنيش، انا جاي هنا اشرب وانسى، بس والله لو وريها ايام سودة معايا وهندمها انها وافقت بالجواز ده. وفي طريق سالم وفرح للقصر جه لسالم اتصال ورد وقال: ايوه شاكر. بتقول ايه؟ ماشي ما تخليش حد يقرب منها. وبص الفرح وقال لها: فرح انا هنزل هنا وانتي مسعد هيوصلك القصر وهتصل على مراتي تستقبلك. مسعد اقف على جنب، هنزل هنا وانت وصل فرح. ونزل سالم وهو سعيد بسبب الخبر اللي جاله في التليفون. ولحد هنا تكون خلصت الحلقة، بس قصتنا
لسه ما خلصتش. يا ترى ايه اللي هيحصل مع فرح، وايه هي الاسباب اللي هتجبر فرح تتجوز وتربط حياتها بشخص سيء الطباع بالشكل ده، وايه اللي هيحصل بعد الجوازة دي؟ كل ده هنعرفه في حلقتنا اللي جاية بإذن الله. وأحب أوجه طلب لكل متابعيني اللي بيحبوا القناة، ياريت تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وكومنت حلو عشان نقدر نكمل بيكم ومعاكم نكبر. أستودعكم الله، مع السلامة.